بيت الهنا. ونايا هدفي تتحقق وأرجع للوطن ظافر، كفاية غربة وفراق أحباب وراك لمتين أنا مسافر. يمكن تكون كلام بيقولوا كثير من المغتربين. بنحييكم في البداية مشاهدينا، وبنحيي كل المغتربين اللي بيشاهدونا وبيتابعونا. وحلقتنا اليوم بتتكلم عن الموضوع ده، الغربة ضرورية لكثير من الناس بسبب علاقات اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، لكن أثرت بشكل كبير على المجتمع السوداني. تعالوا نشوف إيجابياته ونشوف سلبياته. أهلا بكم، وبضيفتنا اللي هتكون معنا أستاذة مها أحمد عبد الرحيم، وهي مختصة في علم الاجتماع. تفضلوا معنا. بيت الهنا. أهلا بكم مشاهدينا. وصل لصالون بيت الهنا أستاذة مها أحمد عبد الرحيم، الأخصائية الاجتماعية. أهلا ومرحبا بك أستاذة مها، شرفتينا في بيت الهنا. الله يبارك. أستاذة مها، في الأول خلينا نتكلم عن الاغتراب، إنه يعني الأسباب شنو اللي بتخلي الشاب أو بتخلي الأسرة إنها تغترب؟ والله الأسباب طبعا بتختلف من شاب لشاب تاني، من أسرة لأسرة. في أسباب اقتصادية، في أسباب سياسية، في أسباب اجتماعية. في يعني أسباب الاقتصادية طبعا داير يمشي يطلع يحقق هدف معين، داير يشتغل، برضو في الدراسة، وبعد ذلك بتمتده احتمال يلقى شغل ويستمر قبله لامتداد الغربة. صحيح صحيح. فدي في تكون أشكال مختلفة، وفعلا ممكن يكون هي ماشي مثلا سنة أو كده، فيمكن تبقى عمر بعد كده. طب لما يفكر الشاب يعني إنه يبدأ يغترب، الحاجات المفروض يخدها في باله شنو قبال ما يبدأ الاغتراب؟ قبل ما يبدأ الاغتراب، والحقيقة يعني الحتة بتاعت ولاؤه لوطنه، ولاؤه لأسرته. ففي شباب يعني بتلقي الواحد مشى يعني أخذ لفترة، بعد كده خلاص انقطع. صح. أهله حتى ما يعرف عن ما يعرف عن حاجة، ودي مشكلة ممكن مشكلة تكون كبيرة موجودة يعني في المجتمع. مشكلة كبيرة. بتدخل الأسرة في شنو يعني؟ خلينا نوري الناس برضو المشاكل اللي ممكن يتعرض لها الأسرة من إنه ولده منقطع من ما يعرف. يعني أول حاجة بتلقي إنه الأم طبعاً بتعلقة بابنها مثلاً، بتلقي نفسياتها تعبت شديد، بتلقيها يعني دخلت في حتة بتاعت كوم من الأمراض النفسية. بتلقي انه الاسره ذاتها بتحسي بها كده، ماخذ الطابع بتاع الحزن، يعني انه في شخص ما قادرين يتصلوا به وهو فردي منهم. بتكون اسبابها كثيره جدا طبعا، ممكن تؤدي لمشاكل مرضيه بالنسبه للاسره. ايوه تصل للمرحله، تصل للمرحله دي. في مراحل وصلت للوفيات انا سمعتها، يعني انه بتكون بتقول لك ما تحسر على ولدها. ودي موجوده ان شاء الله. صح. ربنا يكفي الناس الشر يا رب، وبالعكس تكون هي ايجابيه بالنسبه لهم كشباب. طيب خلينا نقول انه احنا في السودان عموما، اذا كانت الظروف اقتصاديه اجتماعيه سياسيه زي ما ذكرتي، واول الواحد ما يطلع بيشعر برغبته في الرجوع للسودان. أيوة. يعني والحنين وكده، عشان كده يمكن اغلب الشعراء الموجودين عندنا تفجرت المسائل دي عندهم في الغربه. في الغربه يعني. صح. فالسلبيات الموجوده في الغربه خلينا نقول يعني هي شنو، على اساس انه برضو تكون كشيء موجود يعني كمساحه موجوده قدام اللي بتابعنا بانه يعرفها، عشان ما يمشي يتصدم كمان بالواقع اللي بيلقاه هناك في البلد اللي هو مغترب له، خاصه اذا كانت دوله اجنبيه. السلبيات طبعا هناك بيتقابلوا ثقافات مختلفة، يعني طبعا الدول الأجنبية بالذات لام الناس مختلفة شديد، فبيتقابلوا ثقافات مختلفة، يعني عادات وتقاليد بتختلف من عاداتنا، فبيبقى يا إما حافظ على تقاليده وثقافاته دي وبقى إنسان شخصيته قوية ما تهز بأي واحدة من الثقافات اللي قابلته، يا إما انجرف. وهذه حتة بتاعت يعني بتمثل خطورة شديدة جدا للمجتمع. ممكن يجي داخل بالثقافات المايا هذه، يجي داخل بها الوطن، يبدأ يحاول يفرضها وتبقى مشكلة. تبقى مشكلة. ممكن تبقى مشكلة. هي للأسف ممكن تكون ثقافة دخيلة من أولادنا. أيوة. إحنا في الاغتراب عندنا قصة، تعالوا نشوفه مع بعض. تفضل. أنا الصادق المنى الصادق من أبناء الكلاكلة، أسكن في الجوز مربع 6. أنا أب لأربع أطفال، كل من عفراء ومحمد وأحمد وإيمان، وهم موجودين معي والحمد لله، واثنين في الجامعات الحمد لله، واحد في الثانوي والثاني برضو في الثانوي. بدايتي في الغربة سنة 1981-82 حينما ذهبت إلى العراق، وكان
كان يعني في الوقت ذاك يعني شاب ولم اتزوج، فكانت الوقت ذاك الحرب بين العراق وبين ايران، ومضت مرارة برضو في العراق وفي الغربة، الغربة حارة يعني. الواحد يعني لما يمشي في وطن غير وطنه مهما كان الوطن ما يعرف قيمته إلا حينما يفارغه. في العراق التواصل كان ما فيش خالص، ما في أي تواصل، ما في أي تواصل بالنسبة لاندلاع الحرب، وبالإضافة لكذا لبعد المسافة، وكان يعني ولا لا 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 التطور ما الحاصل يعني أسدي مش كان زي زمان، التطور أصلا الحاصل اللي هو الاتصال السريع كان ما فيش في الوقت ذاك. أنا مشيت أقترب نسبة لأسباب كثيرة. السبب الأول أنا كايز بعد يعني الإنسان بيحسن وضعه من 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 فترة لآخر، فأنا من كان من العراق كان بجاء وضعي كويس والحمد لله، وأنا ما تزوجت وكان برضو وضعي كويس والحمد لله، ولكن شوية تعسرت في 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 الطريق، وخاصة أولادي كبروا ومصر الجامعات وكده، فما جيت إلى أرض مصر عشان التعليم يعني. في بداية غبونا لمصر في البداية قدرت الغربة تسيطر علينا، لكن مع مرور الوقت قدرنا نسيطر عليها، والإنسان بيطبعه ألوف. حينما يجيب له خبر بتاع عزيز زول عزيز لديك يعني مريض وفجأة يقول لك توفى، ده في قمة المرارة. لو ما عندك أهداف وطموح وآمال يعني تقطع الغربة وتمشي، لكن بتقعد أنت عندك أهداف يعني عندك هدف في راسك معين منتظر إليه. إحساس كان أليم لما عمتي توفت، طبعاً حزننا حزن شديد والحزن سيطر علينا، وفقدنا الأهل يعني لما عمتي توفت، وبرضو لما توفت خالة الوالدة. العادات والتقاليد والثقافة بتاعت السودان ما في أي دولة، ما في أي دولة بالعادات والتقاليد والثقافة بتاعتنا، ثقافتنا الخاصة بينا اللي إحنا كسودانيين ما في أي دولة. عندنا ثقافة إحنا يعني أول حاجة يعني إذا مثلاً افتقدنا في عيدين الأضحى والعيد الصغير والعيد الكبير، يعني في تراحم وفي ترابط وفي ود وفي زيارات مع بعض متبادلة، وفي حاجات كثيرة موجودة في السودان إحنا افتقدناها هنا. وطبعاً كل الأهل أنا لو ما حقدر أحصرهم، لو أحصرتهم البرنامج ده ما حيكفيني. أقول للإخوة السودانيين الموجودين في السودان، أي شخص ما عنده طموح ما يطلع لبلد المهجر. احنا عامة بنقول لكل المغتربين ان شاء الله ربنا يرد غربتكم وتستفيدوا من الغربة وما تطولوا شديد علينا، يعني في النهاية الناس كلها راجياكم ومستنياكم. طيب استاذة مها، احنا تكلمنا شوية عن السلبيات اللي ممكن تكون موجودة، في ايجابيات للغربة برضو؟ في ايجابيات، يعني ممكن يكون الشاب او المغترب حقق الاهداف اللي هو طلع ليها، مثلا حتى ناحية اقتصادية، ناحية تعليمية، ممكن يعني في ثقافات برضو كويسة برا ممكن يجيب لنا كتغيير أو كتجديد في الثقافات اللي بتكون إيجابية إيجابية داخلة للوطن أو بداخلة للمجتمع بتاعه. الحاجة دي أنا لاحظتها أكثر شيء بالنسبة للناس اللي بيطلعوا بيتعلموا برا أو بيدرسوا، يعني إذا مسكنا مثلا سؤال مثال أقصد بأنه طبيب بيكون برا بيقوم يجيب كل الحاجات الحديثة المتطورة اللي حصلت هناك فبيدخلها، فبتبقى حتى من نواحي إعلامية بتكون موجودة، فبتنتشر تنتشر العدوى، افتكر دي عدوى حميدة يعني أنها تكون موجودة. في برضه لما يتكلم عن أنه في مشكلات ممكن تواجه المغتربين في الخارج، يعني احنا كوطن عربي ممكن تكون حاجاتنا قريبه لبعض، لكن حتى اذا كانت في الوطن العربي هل ممكن تكون في مشكلات بتواجه المغتربين داخل وخارج الاقليم العربي؟ والله في مشاكل كثيره جدا او سلبيات بتكون بتواجههم. ابرزها شنو؟ ابرزها انه يعني حتى اذا كان معه ابناء وحاجه زي دي في الاغتراب بتلقي انه في المدارس دي اكثر حاجه يعني منتشره، بتلقي الطفل بتلاقيه اجناس مختلفه في المدرسه، فالحته بتاعت التعامل اللغه مع ده لغته بتختلف مني ما يقدر يوصل هو عاوز يقول شنو،
ما يفهموني، ما يقدروا يفهموا لغتي مثلا، او انا ما افهم لغتهم، فدي بتخليه بيجي يعني راجع لاسرته بحس بانه انا ما قادر اتاقلم، ما قادر اعيش الوضع هنا. الاسره بتحاول شنو؟ تحاول تخليه يتماشى معاه. فدي اثار ممكن تكون يعني الاسره يكون لها دور استاذه مها، بانها بالعكس نستفيد منها من ناحيه ثقافيه، يعني تكوين اكثر من لغه وفهم اكثر من لغه، ممكن يكون اذا قدرت دعمت الطفل يعني ادته المفاهيم بتاعت اللغه دي هي كده كده درسته. فهو بيبقى شنو؟ بده يقدر يتفاهم، لكن لما ما يكون بيعرف فبالتاكيد هم بيتكلموا معاه وما بيقدر يفهم. ايوه دي ممكن، فبحس بدي ذاته بتعمل له يعني زي اضطراب، في اضطراب نفسي كده انه ما بكون في توازن. ما عارف هو انا اعمل مع ديل ثقافته او اكون انا في ثقافتي. حتى بيبدا يلتقط من المدرسه كلمات، يعني بتلقي انه حتى اللغه بتاعته العربيه ملقطه. صحيح. يعني جزء منها مصري، جزء منها كده، جزء منها. أيوة أيوة. فهي اللغة حديث يعني مش حديثة، هي حديثة دي طبعا. أيوة. هي لغة مستحدثة، مستحدثة هو براو. دي ممكن تأثر عليه وبعدين خلينا نقول في مفاهيمه. أيوة. في ثقته بنفسه. صح صح. ممكن يكون بتعمل آه بتعمل اهتزاز في النفس شوية. طيب الأب لو اخترب لوحده وخلى الأسرة موجودة هنا، يعني الحاجات اللي بتترتب عليها شو؟ كثيرة جدا. يلا هنا الأم ما بتقدر تسيطر على الأولاد، هي بتكون أخذت دورة، عاملة الدور بتاعها كأم كله كامل، إضافة له دور الأب. يلا دور الأب ده صعب جدا، بالذات لما الأولاد يكونوا في مرحلة سنية كبيرة شوية، يعني أو داخلين على طور. أيوة. مراهقة. أيوة. صعب جدا التحكم فيهم. يعني دي ما يقدر عليها إلا الأبو. ممكن هي الأبو يعمل شنو الأبو المغترب؟ يعني هل ممكن يكون رقيب من على البعد؟ والله كتخفيف للمشكلة ممكن، لكن ما حل جذري. ما حل جذري. بالوسائل الحديثة الموجودة حسي، يعني في بالماسنجر، بالسكايبي، بال يعني اللي احنا بنشوف فيها، افتكر هي خففت شوية يعني زي ما كان الأبو بيجي في السنة ولا السنتين. فهنا يعني هل ممكن يكون كنوع من العلاج أو الشيء التأديبي بالنسبة للأبناء عن طريق التقنيات الحديثة مثلا؟ والله هي ممكن كتخفيف يعني، لكن ما حل بتكون نهائي يعني. ايوه بالنسبه لل ذكرت لي يعني الاطفال اول ما يبدوا يدخلوا مدارس ممكن يكون في سلبيات في اللهجه. أيوة. انت ممكن اخذتيها. طيب بالنسبه للثقافات المختلفه. ايوه. وانه ياخذها. أيوة. هنا السلبيات بتظهر في شخصيته كيف؟ بتظهر في انه جاب يعني حاجه جديده او عاده جديده هي ما معتاده عندهم، يعني ما معتاده في المجتمع بتاعه. الأم بتحاول تنهيه منها. إذا الأم بقت واعية يعني لو اتغاضت عنها وخلتها هي بتبقى جزء من سلوكه بعد ذاك. هنعرف إنه كيف ممكن المغتربين وأولاد المغتربين يتعاملوا بالشكل الجميل مع الوطن ومع الأسر والأسر الممتدة، وفي نفس الوقت تحصل الاستفادة الحقيقية من جراء الاغتراب. بعد الفاصل حنتكلم في الموضوع ده، خليكم معنا. بيت الهنا. أهلا بكم مشاهدينا ومرحب، ونتواصل معكم مع أستاذة مها أحمد عبد الرحيم الأخصائية الاجتماعية في موضوعنا اليوم واللي له علاقة بالمغتربين، ونتمنى إن شاء الله عودتهم كلهم سالمين وغانمين. أهلا بك مرة ثانية يا أستاذة مها. أهلا وسهلا. نجي للعلاج ونجي للتعامل بشكل إيجابي مع الأبناء ومع يعني الأهل بشكل عام في السودان. أولا لما نجي نقول إنه كيف ممكن يكون المواطن يعني متواصل مع وطنه ومع أهله ومع أسرته ومع امتداد الأسرة رغم أنه هو مغترب؟ والله التعامل بيكون يعني عن طريق الاتصالات، ده يمكن يعني أقرب حاجة. مناسبات، هو يحاول بقدر ما يقدر يجيب الأولاد يدخلهم الوطن، يعني يستغل أقرب مناسبات يحاول يصل بيهم، عشان بتكون دائما فيها اللمة بتاعت الأسرة، بتاعت امتداد الأسرة كلها. صحيح. فدي بتخليهم يتعودوا على الوطن، على الناس، على التعامل كيف في الأسرة ذاته. صحيح. ويمكن في ناس فعلا بتقطع إجازاتها أو بتاخذ إجازاتها علشان مثلا إذا في مناسبة بتاع الزواج. أيوه. أو لا قدر الله مناسبة بتاعت وفاة. فمن باب أولى إنه يجيبوا الأولاد كمان. أيوه. بترسخ فيهم مفاهيم. صح. مفاهيم شكل. تمام. طيب بالنسبة لي يعني الحمد لله موجودين السودانيين نقول في كل الدول يعني. أيوة. وفي الجالية السودانية اللي أفتكر من الجميل ودائما بنسمع عن الحاجة دي. أيوة. بأنهم بيتلموا كثير. أيوة. بيحبوا يسكنوا في أماكن. أيوة. قريبة لبعض. أيوة. يتلموا في المناسبات. أيوة. يلا دور الجاليات السودانية في الدول، يعني خلينا نقول إنه دور مثلا سكرتير الجالية أو رئيس الجالية، لأنه عايزينه كمان هو يكون له دور في إنه يجمع السودانيين. مع بعض كيف؟
يعني طبعا دوره مهم شديد جدا دور الجاليات. الحفلات اللي بيقيموها هناك دي بتخيل لي هي من 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 اميز الحاجات في الغربه. صحيح. بتلموا الاسر باطفالهم، بتحسي انه الاطفال بدوا يجتمعوا مع بعضهم، حسوا انه هم في وطن قبل انه نكون في غربه. الجاليات ذاتها يعني خدمه للانسان، يعني الليله لما تحصل لهم مثلا وفيات في الوطن، هو بيكون في ظروف سيئة جدا، ما بيقدر لا يجهز تذاكر سفر ولا يجهز إجراءاته. صحيح. الجالية بتقوم بكل ده، بتعمل المساعدة، بتعمل المساعدات يلا هنا وكثير. والله كان لهم أدوار جميلة، يعني جميلة جدا، بيساعدوا حتى يعني لا قدر الله إذا تم سجن واحد من السودانيين الموجودين بيكون لهم تدخل كبير في إنهم يطلعوا. يعني دي الحاجات الجميلة الإيجابية اللي بتميزنا لما نكون خارج الوطن. الحاجة اللي برضو بشوفها في الجاليات خاصة إذا كانوا في خارج يعني الحدود، يعني خلينا نقول إنه بصفة عامة في الدول العربية معروفين بالزي السوداني. حلو انه يكون الزي السوداني موجود برا كمان لما يكون في احتفالات. احتفال بيكون كله ده التأثير النفسي شنو على الواحد وانه يكون مشتاق؟ اول حاجه الواحد لما يجي داخل في الاحتفال ده ذاته احساس بالوطن هذا قدامي. صحيح. مجسد في الناس القاعده، مجسد في اللبس، في الزي. وبيخلي الاطفال نفسهم يسالوا. أيوة. لانه في الطبيعه عاده ما بيلبسوا الثوب يعني. أيوة. بشكل عام. طيب بالنسبه لل يعني في سلبيات احنا قلنا فيها بعض الامور خاصه اذا كان في الدول الغربيه. يعني نصايحك اللي انت بتقدميها لهم شنو، خاصه اذا الاولاد كانوا في اطوار من صغير لغايه لما يوصل. أيوة. المراهقه. هنا يلا الابو لازم يعني دب جد موقف الابو هنا اكثر من الام، يعني لازم يكون حاسم في ممكن البيت تيجي داخله ب الثقافة كده أو عادة من العادات بتحت المجتمع الغربي، لازم إن هي من الأول يعني ما يخلي الموضوع يكون عادي أو تتغاضى عنه بحكم إنه هو عايشة في المجتمع ده. يعني إحنا حكاية البوي فريند ما موجودة. ما موجودة عندنا. دي دار أيوة يلا دار حسم طوالي. يعني وجود الأب مهم شديد في 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 لحظة العادة دي لما تجي داخلة. هو لازم حسمها. الأم دور شنو؟ الأم عندها دور برضو، يعني عندها دور إنه أنا فهم بنتي يعني أنت لازم تعرفي إنه نحن مجتمع إسلامي، مجتمع العادات دي ما عندنا، التقاليد اللي هنا دي نحن ما عندنا، حتى نوعية اللبس يعني أنا بتخيل لي دي من أفكار الأم. يعني هي لو خلت بنتها طلعت بنوع من اللبس معين بنتها أكيد خلاص ثاني يوم بطلع أقع منه بعده برضو. صح. فيبقى الأم هنا عندها دور في السلوك وفي الزي في اللبس بتاعها. أما الحاجات اللي بتجي من برا نتخليه دي دايرة حسم من الأبو. أيوة أيوة. هنا في تدخل للأب وفي تدخل. أيوة. للأم. الأبو يتدخل. أيوة. في الحاجة الجاية من برا، الأم هي تطلع سلوك وتطلع مفاهيم. تطلع مفاهيم. أيوة. عندي يعني واحدة من أهلنا أفتكر هي قصة جميلة بأنه عايشين في أمريكا وبعدين بنتهم محجبة هي في أمريكا، ف يعني اتفصلت من شغل هي دخلته في واحدة من الشركات بتاعت الطيران بسبب حجابها، أثارت ضجة حتى في الولايات المتحدة. أفتكر دي مسألة لها علاقة بأنه تثبيت وترسيخ المفهوم الإسلامي والديني. أيوة. وأنه هي ما ممكن أبدا تخلي حجابها علشان خاطر. صح. أنها تعمل. صح. في مكان ما. فالناس كلها وقفت وحتى كانت يعني بمثابة حقوق الإنسان والمسائل. أيوة. فهنا بيجي دورنا في أنه كمغتربين نوثق لحاجاتنا حتى بالنسبة للتاني. أيوة. للآخر يعني. بشكل عام. أيوة. ممكن إحنا اليوم يعني نثبتها. أيوة. اليوم إحنا كيف برضو من جانب آخر نوصل المعلومة بالنسبة للآخر بأنه نحن إحنا مو جايين بس مستفيدين، لا إحنا هنأثر فيكم. أيوة. نثبت الحاجة دي بأن إحنا بنفسي زينا ده نفرضه. ليه أنا بتقلد الزي اللي عندهم؟ ليه باخد ثقافتهم؟ أنا ما أديهم ثقافتي. هي ذاتها ما ثقافة، وثقافة ليه جذورة ما حاجة جديدة ولا يعني الحاجات ممكن نعملها الثقافات الملقطة. فعلا أستاذة مها، يعني برضو من الحاجات الجميلة اللي لاحظتها مسألة الفرق السودانية اللي بتطلع في الخارج. أيوه. وبنلقى إنه بتم دعوة كثير من الأهالي المنطقة مثلا. أيوه. فهل ده ممكن يعتبر نوع من أنواع عكس الثقافة السودانية؟ أيوة أكيد. أكيد عكس الثقافة السودانية. يعني الشكل بتاع الحفلة، إحنا عندنا أشكال بتاعت حفلات مميزة يعني. صحيح. بتلقي إنه حتى الحتة بتاعت الناس بتبشر. أيوة. دي حاجات يعني جميلة جدا يعني. أيوة صحيح. الرقيص للفنان كده. أيوة. فدي كلها ثقافات يعني. جميل. نصايحك للمغتربين اللي هم ناويين يغتربوا والمغتربين فعليا اللي بيشاهدونا.
والله نصيحتي للمغتربين في الاول الناويين يغتربوا، يعني انت ما تطلع الا واذا لقيت انه عندك فتره محدده خدتيها او هدف معين ومحدد له فترته. تطلع وتجي راجع للوطن. تمام. ليه؟ لانه الامتدادك هنا، جذورك هنا. اما البر تخيل لي في يعني في حاجات كثيره جدا هناك بيحاولوا يجاربوا المجتمع الثاني فيتخلوا عنا ويتمسكوا بثقافات وبعادات ويبقوا عشر على اولادهم. تمام. وده اهم شيء. ده اهم شيء. يعني نصيحه من ذهب. اشكرك كثير. الله يبارك فيك مها. الله يبارك. يعني واتمنى لك ان شاء الله التوفيق وان شاء الله رسالتك تكون وصلت لكل المغتربين والناويين يغتربوا. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. الله يبارك. نتواصل معكم مشاهدينا بعد الفاصل، خليكم معنا. بيت الهنا. أهلا بكم مرة ثانية مشاهدينا، نتواصل معكم وفقرتنا القادمة للمرأة السودانية، نصيحة مقدمة من الدكتور أبو بكر محمد علي نصر استشاري النساء والتوليد، نسمع نصيحته سوا، تفضل. نرحب بالسادة المشاهدين في فقرة أمراض النساء والتوليد. حنتحدث في الفقرة دي عن أكياس المبيض وتكيس المبايض. أكياس المبيض دي حاجة يا جماعة مختلفة تماما من تكيس المبايض. تكيس المبايض ده بنلقاه دائما في بعض الناس اللي بيجونا عندهم مشكلة في الإنجاب، ويقوم يقول لها عندك تكيس في المبايض، ودي يا جماعه حاله بيكون في اكياس صغيره جدا في طرف المبيض بتشابه بالموجات الصوتيه، وقد يكون معاها بعض الاضطراب في الدوره الشهريه وتاخير في الانجاب. طيب الحاجه دي ما عندها اي علاقه بالاورام، هي عندها علاقه باضطرابات في الهرمونات، وعلى حسب الحاله بنعالجها. اذا مشكله اضطراب في الدوره بنعالج اضطراب الدوره، اذا مشكله بتاعت انجاب بنديها منشطات عشان يحدث حمل. وبعد كده عندها هي بعض التبعات والمشاكل الطبيب بيشرح عليها وبتحتاج لمتابعتها بصوره لحد ما يحدث الحمل المطلوب، وعاده بعد ما يحدث حمل الدور الجاي الامور بتمشي بصوره طبيعيه. فما نلخبط بين الاثنين. طيب بالنسبه لاكياس المبيض، في اكياس المبيض اهم شيء في اكياس وظيفيه، يعني ما ورم، ودي بتكتشف بالصدفه بالموجات الصوتيه، ودي الصفه الاساسيه انها بتكون اصغر من 4 سنتي وما فيها جوا اي مكون صلب، يعني عبارة عن كيس وداخله فيه زي موية، اللي هو ده بيطلع من التبويض يا جماعة بصورة طبيعية كل شهر، والناس ما عارفينه. يتعامل الموجات الصوتية لسبب يشوفوه بعد شوية، تلقى الواحدة بقت عندها قلق رهيب، إنه أنا عندي كيس في المبيض وحيحصل وحيحصل. ده بيختلف تماما من أورام المبيض. أورام المبيض عبارة عن أورام فيها نوعين، فيها نوع حميد وفيها نوع خبيث. عادة أورام المبيض اللي بتحدث في الفترة اللي هي بتاعت الإنجاب معظمها أورام حميدة، ودي عادة بتصهر كحاجة بتحسها تسبب لها ألم أو تحس لها بانتفاخ ويكتشف بالمجالات الصوتية، وبعد كده بيبقى العلاج بتاعها إنه بتزال، يا يعني إما تزال عن طريق فتحة جراحية عادية أو إذا كان حجمها صغير بتزال مثلا في بعض الأحيان بالمنظار. بعد كده بنوديها نعمل لها فحص بتاع نسيج ونتأكد منه، وعادة بيطلع حميد، وفي الحالة زي ما بتحتاج لأي شيء زيادة، والعملية قد يتم إزالة الكيس فقط أو إزالة المبيض على حسب الحالة. طيب بالنسبة للحالات الثانية اللي هي الأورام الخبيثة في المبيض، دي معظم الحالات دي بتكون في بعد سن اليأس، وديل بيظهروا بانتفاخ شديد في البطن وهزال في الجسم والوحدة تضعف، و المشكلة بتاعتها انها دائما بتكتشف متأخرة لأنه ما عندها أعراض مهمة في الأول، وبنحتاج لموسمات الأمراض، ودي هنا دائما العلاج بيكون بمجموعة بتعتيم طبي وتحتاج لجراحة، وبعد ده قد تحتاج لعلاج كيماوي. في الختام الناس ما تقلق كثير من موضوع انه كيس دعم بيض عين واحدة في عمر صغير وطوال تفتكر انه حاجة خبيثة. ونشكركم على حسن الاستماع وعودة إلى الاستوديو. شكرا لك دكتور، ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق، وكل المشاهدين المغتربين دائما ان شاء الله يكونوا في سعاده وهنا ويرجعوا لبيوتهم تامين وسالمين. هنا تشروط تي في ايميلنا، نتواصل به معاكم، وان شاء الله بكره لنا مواعيد جديده، ودعناكم الله.